ويلي ويلي ولا اخوان بلاتي نسيت الطاجين ما غسلتوش ولا ما فيه حتى حاجه. خليت فيه شنو خليت فيه؟ خليت فيه غير هذاك النص ديال الخبز. النص ديال الخبز كي ولا انتم انتم شوف مي راه ميكروبات صاحبي. لا لا صافي غادي نلوحو هذا ما خدامش ليا صافي ما خدامش ليا. انا غادي نجيب واحد جديد ان شاء الله صافي غادي نجيب واحد جديد ما خدامش ليا انا. شوف الخبز كي ولا صافي الخبز كي ولا انتم ميكروبات اخوان. بعد تمت الرحله ديالي ملي جيت من العذاب الشديد ديال الدومين ديال البناء احنا جينا عيدنا وعاود ثاني انا غادي طالع ثاني التمارة ولكن هانتوما التمارة عاود ثاني ولكن كما كنقولوا داكشي اللي قال لك اللي حارته الجمل كيدكو فهمتي. كما هذا هو الحال ديالنا واحد 20 سنه تقريبا الحال ديالنا هو هذا. ها انتم اخوتي العزاز غادي للتران ديريكت. هذا التران ها هو هذا التران لا التران دايز تما نركب من هي من هذيك لاكار كاينه تما ان شاء الله. الانطلاقه ديالي غادي نمشي من هنا هذه هي الاتجاه ديال الدار البيضاء. ايوا تبعوا معايا السلسله ديالي انا قريب انا قريب بقاو معايا قريب لاكار. المهم انا قطعت ديال التران هي هادي 10 القادم الى طاس برشيد وزيز دار بيضاء صافي. حنا قريب ان شاء الله ندير ديبان قريب نركب التران باقي تقريبا شي 500 ان شاء الله بحول الانطلاق القنيطره سيدي سليمان المدينه يلا عون. ها التران هو دخل ها هو دخل التران ان شاء الله غادي نركبو ان شاء الله. ها هو التران ان شاء الله غادي نحرعو دابا. تابعوا معايا صافي. انا ركبت دبنية في التران. انا يلا درت دابا الديبار ان شاء الله. تابعوا معايا ان شاء الله هذا الفيديو هذا وما تنساوناش من الدعوات ديالكم واللايكات الله يسهل عليكم خوتنا العزاز. انا درت الديبار ان شاء الله تابعوا اخوان. المهم انا قريب ان شاء الله غادي نشد البلايص ديالي في التران ان شاء الله. غادي ننزل ان شاء الله ونبين لكم حتى نوصل للبلايص ديالي. المهم غير تابعونا ان شاء الله ديروا اللايكات تبعوا معايا. هذا الفيديو غادي يكون عادي تبعوا معايا كاين مقاطع واعر. يلا فرجه طيبه عيشوا معايا الاجواء هذه 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 المنطقه هذه هي صخور ارحامنا هذه المنطقه. هنايا لفتنا في التران ها هي هي هذه الصخور ارحامنا. المهم احنا لفتنا لاربعه الصخور هذه المنطقه ديال اربعه الصخور احنا لفتناها. بقاو معايا غنوصل للسطان الثاني نبين لكم واحد شويه كل بلاصه نبين لكم لها شويه. الواد مربيع هو فتنا ها هو بغيت نصور لكم الواد مربيع. تقاولبت فتو ولكن ها هو هو هذاك واد مربيع. الواد مو ام الربيع واد ام الربيع هو هذا. انا فتو دابا لفت واد ام الربيع ما بين كازا ومراكش. المهم بقاو معايا انا قريب ندخل ان شاء الله للسطاد ونصور لكم عاوتاني المنطقه ديال السطاد الثاني والسطاد يلا. المهم الاخوان احنا في المحطه ديال السطاد احنا دابا دخلنا للسطاد ان شاء الله. احنا غادي نخرجوا ان شاء الله غادي نصور لكم عاوتاني اللايف على شي بعد البيضه الثاني في برشيد. هذه هي مدينه السطاد ترحب بكم. ايوا ملي غادي نخرج ان شاء الله من هنا برشيد نصور لكم عاوتاني اللايف ضروري برشيد. هذه هي ديك الغابة ديال السطاط. احنا قرابين نخرجوا يلاه بقاو معنا. هما زوينين هادو البلايص ما بين السطاط و برشيد. البلايص زوينين كاين الفلاحة هنا كاين الناس كي فهمتي يورثو هادشي ديال الخضار ديال البلاد زينة. هي ما بين السطاط و برشيد مزيانة المنطقة. وقيلا هادي هي الزبالة ديال السطاط تقريبا ولا ديال برشيد معرفتش صغيرة. احنا دخلنا للبرشيد دخلنا للبرشيد هو البرشيد هو هذا مدينة برشيد. ترحب بكم العزاز. هذه هي محطة برشيد. من الكورة من بين برشيد
نزلنا دابا في الوازيز، احنا نزلنا دابا انا نزل في الوازيز دابا اللي انا كاين في المحطه ديال الوازيز راه هي هذه. المهم انا دابا الوازيز ان شاء الله غادي نركب دابا الحي الحسن ان شاء الله تابعوني بقاو معايا. انا كنتسنى في الطاكسيات بان نشد شي طاكسي ان شاء الله للحي الحسن ان شاء الله بحول الله، وبقاو معايا تبعوا معايا الفيديو حتى نوصل لبليصه. يلا انا وصلت دابا الحي الحسني، انا في الحي الحسني ان شاء الله، وتبعوا معايا غادي نمشي نشرب واحد القهيوه وان شاء الله غادي ندير ديبار للبلايصه فين ساكن. شوف واش شي حوايج خليت شي حوايج تما في الشونط ديال البني، خليت شي حوايج واش نلقاهم ولا ما نلقاهمش. المهم غنتوما غادي تشوفوا معايا كل شيء. راه اول دخله غادي ندخل تما للبلاصه اللي ساكن فيها غادي تدخلوا معايا. انا وصلت دابا انا في الحي الحسني حتى القيصريه، انا كنشرب هاد القهيوه ان شاء الله وندير ديبار للمكان ان شاء الله. غادي ندير ديبار للمكان فين كاين فين ساكن انا ان شاء الله في الخدمه. غادي تشوفوا معايا شي حوايج واش باقيين تما ولا داهم ليا في الله. شوفوا غادي تشوفوا معايا كل شيء. شوف هذه التجربه الاجتماعيه اللي غادي تعيشوها معايا في هذا الفيديو اللي تقريبا غادي تكون لها واحد 20 عام، وهو وتقريبا بحال نفس المشكل غادي تعيشوا معايا هذا الفيديو بحال عشتوا معايا 20 عام. يلا انا شربت قهوه في الحي الحسني، انا يلا درت ديبار ان شاء الله تابعوني. يلا نتم القهوه، شربت القهوه انا غادي اخوان. يلا نزلت ها انتم، جيت من الحي الحسني نزلت في الطريق، نزلت ها شاندي اقسم بالله. ما كنبغيش نبين لكم مثلا الركبه ديال بحال الركبه ديال التان والركبه ديال الطاكسي، حيت راكم عارفين الطاكسي مع الزحامات ما يمكنش كيفاش تصور التليفون كيفاش فهمتي. هذوك من الركبه اللي ما مبينينش من صافي كلشي باين. ها انتم الشونطي، الخدمه راه الخدمه كاينه الفوق كتبان لكم راه فينا. يلا تابعوا معايا تنشوف القضيه كيفاش دايره تما، واش شي حويجات واش نلقاهم ولا ما نلقاهمش. يلا مشينا ها الشانطي ها وصلت ها هو هذا. يلا تبعوا معايا غادي ندخل دابا غادي ندخل نشوف المحل ونشوف القضيه كيفاش دايره تما وش المهنطات واش باقيين. يلا مشينا ها انتم اخوتي هزت ها الشانطي هو هذا شتي، ها الشانطي هو هذا الشانطي هو هذا شتي. انا غادي ندخل دابا انا ساكن في البلاصه دي هنا، نطلوا على واحد الباركو واش مازال بلاتي. ها الباركو ديالي انا شتي فين كاينه الميكا، هذاك هو الباركو. الباركو كيطل على السوم على الحفره شتي ولا مشتيش. انا غادي ندخل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا الفيديو راه هذا الفيديو هذا والله الا حقيقي بالله اقسم بالله اخوتي العزاز الا حقيقي هذا الفيديو هذا، تبعتوه معايا من الاول حتى الاخر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شي وحدين كانوا ساكنين حدايا شي وحدين هنايا. ها انتوما شتي الحاله ديال البناي في المغرب. ها انتوما شي وحدين كانوا ساكنين حدايا انا مشاو. شوف فين ساكنين الفوق. ها شو اشنو خلاو هنا عند الحاله كديره ديال البناي. ها انت شوف الحاله ديال البناي في المغرب. ها انتوما شوف الزبل فين خلاو. شوف هانتوما العربونة هاهو البويت هاهو البويت ديالي انا باقي شتي. ها الدفة ديالي انا راه باقا شتيها. هانتوما داير لا قفل لا والو، انا هذا هو الباب ديالي شتي. هاهو تبعو معايا بلاتي. يلا بقاو معايا نحل، خاصني نحل هاد البارة هادي. هاد البارة هادي راه دور ديال مو انا، خاصني نحلها. يلا بقاو معايا كاينه الظلمه، سمحوا لي الا كاينه الظلمه خاصني نحل هاد الدفه. اول مره غادي ندخل لداخل الحوايج عرفنا واش قدام شي حد ولا باقي. اجيو معايا الباب هو حليتو شتيه. ها انتوما
هذا هو السر ديالي يعني. بسم الله بسم الله يلا غادي تشوفوا معايا نتوما. بسم الله بسم الله بسم الله هانتوما. هادي راه هي باقا في بلاصتها بعدا. لي زيت راه مقدام باقين. البوله ها هي باقا صافي. هادي كنت هي اللي كنعس عليها ووقفتها على حساب تولي كشي غموليه ولا شي حاجه. راك ما عارفي لا ما ادري هادو دايره صافي. وهاد الساك خاوي هذا، هذا غير كندير فيه الساك ديالي ديال الحوايج وكنسد عليه الغبره. هانتوما كنسحبوا المانا مطفرينو. الصنداله ها هي باقا. الدوزان فين هو الدوزان؟ الدوزان فين هو؟ ها الدوزان باقي. ها هو الدوزان باقي. ندوز باش كنختم من لاساو صافي. هادشي اللي كاين الحوايج ديال الخدمه هما باقيين. هما كنت صبنتهم انا هذاك الصابون ديال نقصو من مغابره صافي. المانطه ها هي كنت درتها هنا ها هي باقا. علقتها لا كاين شي تكون شي حاجه ولا شي حاجه ما تطلعش ليها. دابا ممكن ندوز ليها مع سميتو. هذا هو اللي كاين اخوتي العزاز. يلا تابعوا معايا تنفرش اللعيبات. بلاتي نشعل الضو، بلاتي نشعل الضو. واش كاين ولا ما كاينش بعدا؟ راه كاين صافي، كاين الضو، الضو كاين. ها انتم اللايف لكن كنحط التليفون هنا. يلا تابعوا معايا تنفرش. اش كاين الاخوان؟ جيتوا معايا من نواحي مراكش حتى الكازا وبينت لكم كل حاجه، غير حاجه دوك القيطات اللي ما بينتمش هما ملي كنحل الباب ديال الطاكسي وملي كنهبط ولا في التران ملي نطلع وملي نهبط. هادوك مالكم عارفين مع الزحام وما عنديش كاميرا. كون عندي كاميرا عند العود السيلفي نبين لكم الطلعه والهبطه، لكن التليفون راكم عارفين. وغامرت في كازا، غامرت كنجبد التليفون كنصور لكم حلمك في كازا. غامرت زعما راكم عارفين كازا كديره. بسم الله بسم الله بلادي بسم الله. وسادة ها هي باقا، باقا بعدا الوسادة لقيتها ها هي شتيا لقيت الوسادة باقا، باقا بلادي. ولكن خاصني نشطب، خاصني نشطب داك هاد بلادي بلادي. بقاو معايا تنشطب، بقاو معايا تنشطب هاد. نحطو هادي هنا صافي، خليها تما تي عامرة تراب ما. بقاو معايا تنشطب. فين هي واحد الشطابة؟ بلاتي واحد الشطابة فين هي؟ بلاتي هاهي هاهي كاينة 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 شتيا. اه اه شو الغبرة الجايرة. شو 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 الغبرة الجايرة. شو 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 رشوها بواحد شوية الما. بلاتي كاين الما بعدا كاين لا؟ اه الما شوية قليل قليل ما شويه خوتي العزاز. بغينا نرشوها بشويه شويه الماء. تحيد من هاد الغبره حيت بلاتي 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 نشطبو بعدا كي واحد شويه. راه دابا كندير راسي هنا لكن الناس هنا فهمتي خوتي العزاز. ولكن الناس هنايا هاد لي زيت تما مابقاوش خدامين تما هادو. هاكا عندك الناس انا هنا فهمتو راه ضروري نشطبو. واش بغيتي ما نشطبوش حنا البلاصه اللي كنعسو فيها؟ كنشط كنشطبو كنشطب على هاد الكاسكي ديالي كنخدم فيها هادي ديال الخدمه. بلاتي 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 انا باقي واحد، باقي واحد شويه، باقي واحد شويه هنا. هاكا صافي دابا مزيان. دابا حطو حطو هادي هنا نفرشو نقادو اللعيبات هنا بحال ما هاك صافي مزيان. هاد المانطا خصنا نسوسوها بلاتي. راه باقا هاد المخدة هادي خصنا نسوسوها بلاتي. بلاتي نقلب ليكم الكاميرا بلاتي. سوسو هادي، سوسو هادي بلاتي. نجيب مانطا
الماضي. واحدة اللي عندي كتكون عندي في الليالي وفي الصيف في كل شيء، وماشي كنتغطى بها من دوبلة عندي واتابع وني شنو كندير ليها. لا تيبان لا تيبان بقاو معايا بقاو معايا فهمتي باش تعرفوا شنو كندير لهاد المنطقة هذه. يعني هادي دابا نيح انت كندير على صرع، كنفرش النص ديالها والنص كنتغطاو بها. بقاو معايا هانتوما، انا ما كنكذبوش عليكم، هادي راه الحقيقة. سمعتوا الحقيقة، انا ما عنديش غرام ديال المشكل. اول فيديو كنديرو لكم مزيان راه هو هذا، سمعتي اول فيديو كنديرو لكم انا مزيان راه هو هذا، باش تعرفوا الحقيقة ديالي انا ما عنديش غرام ديال المشكل. سمعتوا كيفاش هاكا اجي وجبد من الجلاني كاع. المهم شوف بلاتي نقلب لكم الكاميرا، هانتوما هانتوما شتي كنفرش النص ديالها، النص ديالها وهاد النص الفوقاني ملي كتنعس كندورو فوق منا. صافي صافي اخوتي العزاز، هادشي ليك الحقيقة في الدقيقة هي هادي. سمعتي والطاجين نسيتو، ويلي ويلي ولا اخوان بلاتي اه نسيت الطاجين ما غسلتوش، وراه ما فيه حتى حاجه. خليت فيه شنو خليت فيه؟ خليت فيه غير هذاك النص ديال الخبز، النص ديال الخبز كي ولا. انتم انتم شوف مي راه ميكروبات اصاحبي. لا لا صافي غادي نلوحو، هذا ما خدامش ليا، صافي ما خدامش ليا. انا غادي نجيب واحد جديد ان شاء الله، صافي غادي نجيب واحد جديد ما خدامش ليا انا. وشو الخبز كي ولا صاحبي انت؟ الخبز كي ولا انت ميكروبات؟ بقاو معايا تنشطب الدنيا، تنشطب الدنيا حتى هي. نرش واحد شويه ديال الماء، نرش واحد شويه ديال الماء هذا، الضو كيمشي وكيجي الضو. ودي واحد الحاجه لما كانش ديالك، واحد الحاجه لما كانش ديالك ما الضو كيمشي وكيجي. بقاو معايا تنشطبو الدنيا هادي اخوتنا العزاز. الباركو ديالي انا الشي اللي وريتهم قبيله، الباركو الشي الباركو رد ليا هادي البلاصتا. بقاو معايا بقاو معايا، رد ليا هادي البلاصتا هنا. يلا المهم شتو معايا كلشي. المهم خوتي خوتي العزاز، عندكم تكونوا نسيتوا ليا دوك اللايكات واللي دخل الجديد الابوني. انا اخوكم مغربي ولد الشعب. هاد الفيديو اللي عشتو معايا اليوم من الدار الى المكان اللي كنخدم فيه في الشونطي ديال البناء، راه هاد السيستيم راه غادي بيه دابا انا 20 سنة من 2003 وانا بحال معاك. كيوصل العيد كنمشي للدار، راكم عارفين العيد في البلاصة كيكون العيد، راه واحد شوية هو العيد الميلو، العيد الميلو توا هو معانا كل عيد كنمشي. كيوصل العيد ملي كنجمع ديك البركة، نجمع ديك البركة كيوصل العيد كنمشي للدار. صافي كنصيرو على الوالدين تما العايبات هادي، كنخسرو داني داكشي اللي كاين مراكيب وخسران تما، وراكم عارفين. كنجي تاني في هاد المجيه اللي شتوني بحال ما هاك من 2003 وانا غادي جاي، حتى حاجه ما درتها. وراكم عارفين نتوما الشونطي، عارفين البناء ديال المغرب بالنسبه للناس المنافريين اللي خدامين مع الناس 20 عام وانا بحال ما هاك. راكم عشتو معايا هاد التجربه اللي غادي تكون تقريبا تجربه اجتماعيه وتجربه ديال بصح. هادي اللي عشتو معايا اليوم وبينت لكم من الاول حتى الاخر
راه ما كنكذبش عليكم انا. شوف الا دركت عليكم انا شي حاجه ما تسمحوش ليا انا، الا دركت عليكم شي حاجه ما تسمحوش ليا. هذه الحاله من 2003 وانا غادي جاي بحال ما هكا، كل عيد كنمشي بحال ما غادي جاي. شي حاجه اللي درناها، الناس دخلت لبيع عشرة وساندوهم الناس وعاونوهم الناس، ماشي عاونوهم غير كيما كنقولوا مثلا ساندوهم راس المال ولاك ما عارفين، ماشي كيعطي من عنده، غير الناس ساندوهم، الناس لقاو الناس اللي كيتسلفوا من عندهم وداروا داروا مشاريع صغير ديال البيع عشرة وخدموا على روسهم. دراري دوك اللي ساندوهم الناس واللي ساندوهم مثلا العائله ديالهم عندهم الفلوس وكذا، والناس برانيين، كاين اللي ساندو واحد براني، كاين اللي ساندو واحد جارو مثلا حدا، كاين اللي واحد براني ما منين ساندوهم. الدراري فين وصلوا؟ داروا الديور، داروا الطوموبيلات، تزوجوا في البيع عشرة. انا ما كنهضرش لكم على الدومين، الا بغيتي تخدم مع عباد الله، شوف الا بغيتي تخدم في البني وتخدم مع الناس منافري راك غادي تعيش، ولكن راك غادي تصور ديك البركه اللي صورتيها اليوم تاكلها غدا صافي. ولكن باش دير جواج، دير طا، دير الدويره ديالك، دير هادي راه ما كايناش هادي. وهادشي اللي كنقول لكم حقيقي، الناس اللي هربت لبيع عشرة وساندوهم الناس براس المال راهم داروا وسهل عليهم الله، ما داروش شي حاجه نيت ديال بصح كما كنقولوا، وانما كيدير وانما كيدير الدويره ديالو البات رساله، كيدير الدويره ديالو وكيدير كيتزوج وكذا وهادي، والمهم راه بخير، المهم ما خدمش مع الناس وما مكرفش وما ساكنش بحال السكنه بحال هكا. اخواني الاعزاء الله يرحم لكم الوالدين، عشتوا معايا هذه التجربه الاجتماعيه اليوم ديال الحياه ديالي انا، اللي كما كنقول لكم انا كنت بغي نعيشكم هذه التجربه، ولكن تقريبا بحال عشتوا معايا هذه العشرين سنه كلها من 2003. يلا خوتي الاعزاء ما تنساوش الا حسيتي بيا وفهمتيني حاول تبارطاجي معايا ودير لي اللايكات ديالك. هذا هو اللي بيدينا هنا، هو هذا، انا ولد الشعب المغربي، هذا هو اللي بيدينا، كافحنا وكافحنا والغالب الله. يلا المهم الله يعاونكم، وكنتمنى الفيديو ما يتقلش عليكم، وكنتمناكم تكونوا خديتوا منه عبره. يلا الله يعاونكم.